هذا يسأل سؤال ما له قيمة، يقول الخطوط اللي في فرش المصلين، الخطوط اللي في فرش المسجد، هل لها أصل أو ما لها أصل؟ أخي الأمر سهل، هذه من الأمور السهلة، هم قصدهم تعديل الصفوف، ما في مانع، ما في مانع توضع خطوط أو ما توضع، سواء وجدت أو لم توجد، الأمر سوى في هذا، فلا ينكر على من فعلها.